بداية هواية من عندي وأنا صغير، يعني كبرت وياي، خصوصا حبيتها لما دخلت كلية الطب البيطري بعد ما صار تعامل مباشر مع القطط والحيوانات الأليفة، حبيتها أكثر هاي المهنة. تعتبر ثقافة يعني تقلل من العنف بالأسرة بالمجتمع، لأنه طالما تعتني بحيوان بسيط فأكيد يكون قلبك رحيم. واحنا نشجع هاي الفكره مال بناء فندق او انشاء فندق هذا في الشيء راقي ولا سابق له في الجنوب وفي البصره بالذات.